يملك باسم 4522.08 دولار في حسابه الخاص في البنك، وأودع 875.50 دولار، ومن ثم قام بسحب 300 دولار، فكم تبقى في حسابه؟ إذا ابتدأنا مع 4522.08 دولار سأكتبه هنا، إذن 4522.08 دولار، ومن ثم أودع 875.50 دولار، أي أنه أضاف 875.50 دولار على حسابه. عندما تودع في الحساب البنكي هذا يعني أنك تضع مبلغا في الحساب أو أننا نضيف إليه، وبعد ذلك قام بإضافة 875.50 دولار. ماذا فعل؟ دعوني أغير اللون، لدينا 8 + 0 = 8، 0 + 5 = 5، لدينا فاصل عشرية هنا، 2 + 5 = 7، 2 + 7 = 9، 5 + 8 = 13، نكتب 3 في الأسفل ونضع في اليد 1، 1 + 4 = 5. إذن بعد إيداعه 875.50 دولار يكون مجموع ما في حسابه هو 5397.58 دولار، ومن ثم قام بسحب 300 دولار أو أخذ 300 دولار. إذن علينا أن نطرح ناقص 300 دولار، وسوف أضيف صفران هنا، ثم نبدأ بالطرح. أصفار بعد الفاصلة العشرية، و300 دولار تعادل 300.00 دولار، هي نفس القيمة. يمكننا أن نطرح الآن 8 - 0 = 8، 5 - 0 = 5، لدينا فاصلة عشرية هنا، 7 - 0 = 7، 9 - 0 = 9، 3 - 3 = 0، و 5 - لا شيء = 5. إذا يتبقى في حسابه 5,097.58 دولاراً.